الأكلات، الأزياء، الموسيقى والعمارة، كلها حاجات مهمة جدا في ثقافة أي بلد الإنسان بيزوره. لما جينا ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر، ما في زول ما شدت علينا تجربة أكلة المناصيص ومشروب الجلانكوي التقليدي في دارفور. يعني شنو مناصيص؟ بتتعامل كيف؟ وشنو هو الجلانكوي؟ مكوناته شنو؟ كل دي معلومات هنتعرف عليها اليوم في الفيديو ده. يلا بينا. كيف اموركم؟ الحمد لله. احنا هنا جينا السوق، نشوف السوق كذا، ناخذ صورة معاك. ضلوع ها؟ ده عايز له وليمة. كم كيلو دي اصلا؟ والله يا من غط الميزان ما هم. شوف جرب. 2.25. 2.25؟ أول حاجة عملناها إننا مشينا اشترينا لحمة المناصيص، وزي ما شايفين بتتقسم الذبيحة إلى 4 أجزاء. ده شنو؟ ده قرال ورق. اوكي ناخذ شنو؟ احسن طعم لحمه. احسن اللحمه طبعا اللحمه التيس. التيس؟ التيس كده 2 كيلو، كيلو بكم؟ كيلو ب 2200. المناصيص اصلا من اكلات دارفور، موجوده في كردفان وانتشرت في بعض المناطق الاخرى بالسودان. السيخ اللي بتعمل عليه اللحم للشوي طلع اسمه سيداب، والزول اللي بيشوي اللحم بيسموه التشاش. الأكلة عبارة عن فخذ أو كتف من لحم الماعز أو التيس أو الضان، بتتقدم مع بصل وجرجير وشطة خضرة وليمون. لحمة المناصيص سوق نفاشة في مدينة الفاشر ولاية شمال دارفور. سمعنا كثير عنها، سمعنا كيف إن هي بتتعمل. لو لاحظتوا الأسياخ الخشب بتعمل عليها أجزاء ضخمة جدا من اللحوم المحلية. خلينا نجربها ونشوف. ما في بدون اي بهارات، طعمها جميل جدا بدون اي بهارات، بس عباره عن ملح فقط وشطه وسلطه. خلينا نجرب ونشوف الطعم عامل كيف. واو، الشطه خرافيه. بعدها مباشره مشينا نجرب مشروب الجيلانكوي العجيب اللي سمعنا عنه كثير من أول ما وصلنا دارفور، بس في الحقيقة لو بحثت عنه في الإنترنت ما هتلاقي أي معلومة. الجيلانكوي بتكون من دقيق الدخن والسكر، وبتطبخ بطريقة معينة حتى يتحول لونه للأحمر. بعد المناصيص جينا ونجرب مشروب الجيلانكوي. قولوا صح؟
طبعا يوم كامل بتحاول اتدرب على الكلمه. اها جرب اول ظابط والله. ظريف جدا، عطهم كثير داخل بعض، ما عارف بالضبط هي شنو. لازم يكون بارد تقيل. وبيعتبر من مشروبات الطاقة في دارفور ومرتبط بشكل كبير بالشية والمناصيص تحديدا. سوق نفاشة سوق فريد من نوعه بمعنى كلمة. جربنا المناصيص، بعدها حبسنا بمشروب السحري في دارفور جيلانكوي. كيف كانت التجربة؟ تجربة المناصيص والجيلانكوي رائعة، جميلة، مختلفة، أوثنتك. شفتوا التجربة كانت عاملة كيف في سوق نفاشة هنا في مدينة الفاشر؟ تجربة جميلة جدا. كل الناس كانوا بيقولوا لنا لازم تجربوا المناصيص، لازم تجربوا مشروب الجيلانكوي. جربناهم وكانت التجربة رائعة جدا. اللحمة كانت خطيرة والمشروب كان رائع وسحري بمعنى الكلمة. والفكرة هنا تعالوا جربوا التجربة الجميلة دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وتعملوا شير مع أصحابكم في الفيسبوك والواتساب. يلا بينا، مع السلامة. يلا بينا.